وإمتى ناوي تفتحي مخك وتفكري بحياتك؟ من غبائك طيرتي شاب مثل ياسر من إيدك، وهالمعتوها أخذته منك. إيه صح، عرفتي؟ ياسر إجا وطلب بطاقة البنك تبع أبوه لحتى يشتري الأغراض. ما فهمت، بطاقة عمي؟ مبارح راحت على السوق وجابت معها أغراض كتير وعطاها إياها بهي البساطة؟ هو عطاها لياسر وما في فرق بينه وبينه. أي صحيح، تتهنى فيها. اسمعي، لهيك أنا كنت عم قلك إنك لازم تكسبي قلبها لمرت أخي آسيا، بس حضرتك مو شايفة غير هالمعتوه آيان. كم مرة قلت لك إنه لا تحكي عليه بهي الطريقة؟ هو هلأ عم بيدير كل المحل لحاله. إيه بعرف، وهذا المحل رجع اشتغل من مصريات مرته. لا أبداً، ليش؟ وين مصاري منتهى هلأ؟ وبالمناسبة هو رح يطلع منتهى من حياته وينفصل عنا قريباً. وأنت كيف عرفتي؟ بعرف، استني بس كم يوم وأنا بوعدك إنك رح تسمعي أخبار كتير حلوة.